الزهد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه قراءة في كتاب الزهد للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الحديث 102. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة بن دعامة السدوسي عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة وكان ذكر لنا قتادة ما يروي، قتادة بعيد، قتادة عن مين؟ قال إيه خلاص، لا قتادة لا يحتل، لابد قتادة يروي عن صحابي، فهذا هنا يقول ذكر لنا عن قتادة. عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة وكان يجتمع بها فقراء المسلمين وكانوا أهل الصفة يزيدون ينقصون، يعني حوالي 70 دائما، لكن يزيدون أحيانا عن 100 ينقصون عن هذا العدد، وكانوا موجودون في جنوب المسجد. نعم، هم أهل الإسلام الذين لا يأوون على دار وليس لهم أهل في المدينة، فكانوا يبقون في ذلك المكان، والنبي عليه الصلاة والسلام إن أتاه عطاء أو خير بدأ بهم. نعم، وكانوا يرقعون ثيابهم بآدم ولا يجدون وكانوا يرقعون ثياب بأدم ولا يجدون رقاعا، فقال أنتم اليوم خير أو يوم يغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى. أشوف النبي إيش يذكرهم بالنعمة التي تنتظرهم، قال لهم أنتم اليوم أفضل ولا لما يغدو أحدكم في حلة، والحلة هي كل ما كان من قطعتين، ثوب وفوق بشت، رداء وإزاء، هذه هي الحلة، كل ما كان من قطعتين، أنتم أفضل ولا بعدين؟ يقول الله عز وجل إني أغني العبد وهو خير له، ولو أفقرته لكفر، وإني أفقر العبد وهو خير له، ولو أغنيته لكفر. فأنت الإنسان ترضى بنعمة الله عز وجل عليك. نعم، ويروح في أخرى وتغدو عليه جفنة ويراح عليه بأخرى. مثلا الجفنة القدر، الصحن المملوء بالطعام. نعم، ويستر بيته كما تستر الكعبة. يا سلام، هذا اللي حاصل، كل حاصل الآن وأكثر، يعني البيوت زمان ممكن كانت لا أبواب لها ولا ستر لها، فما بالك، يقول ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر، وما ضر أن بيته ليس له ستر. فقال كيف لما أنتم الآن بيوتكم تستر كما تستر الكعبة. كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم ما يكون من الغيب الذي أخبره به ربه تبارك وتعالى. نعم، قالوا لا بل نحن يومئذ خير. يا سلام، بل نحن يومئذ إيش خير، يعني احنا في ذلك الوقت نلبس من الحلل والجفان تغدو وتروح علينا، والبيوت لها ستور، بعدما كنا نأوي إلى المسجد تصبح لنا بيت مستقل. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم اليوم خير. نعم، حقيقة هذا واقع، كم ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقنا ولنكوننا من الصالحين، فلما أتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم مستكبرون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم اليوم يلقونهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا الذي يحدث الآن، إنسان ممكن يكون في فقر وهو خير له من أن يكون في غنى. كم من أناس كانوا، وحتى معنا في مجلسنا هذا وفي غيره، كانوا محافظين على المجلس قبل أن يفاء عليهم بالخير، فلما فاء الله عليهم بالخير ما عدت حتى تراهم لا في مجلس علم ولا حتى في الصلاة الواجبة، ويتعذر بمعاذير لا أصل لها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، وأصعب ما يلاقيه الإنسان هو الثبات. نعم، الله يثبتنا وإياكم. نعم، حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سندل أيوه قال حدثنا ابن المبارك عن جبير عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عن ربه عز وجل
ابن آدم اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفيك ما بينهما. هذا الحديث بهذه الصورة فيه ضعف طبعا لانقطاع الحل، لكن يصح عند ابن ماجه قال الله عز وجل يا ابن آدم صلي لي أربع الأول النهار أكفيك آخرهم، وطبعا هذه بعد الفجر ساعة يقصد بها صلاة الضحى. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى هذا المقصود بها صلاة الضحى، وهذا من فوائدها أنها من حافظ عليها يكفى كل ما يهمه في يومه. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد ابن أبي عدي عن حميد عن أنس حميد الطويل أيوه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء. العضباء أو العضباء يعني مشقوقة الأذن، هي القصواء نفسها اسمها القصواء أو العضباء، كلها هي نفس الناقة مشقوقة الأذن نعم أو مقطوعة الأذن نعم. وكانت لا تسبق، هذا حديث في الصحيح، وكانت لا تسبق هذه الناقة أبدا، إذا دخلت في سباق لا يسبقها ناقة، لكن يشاء الله عز وجل أنها تسبق فشق ذلك على الصحابة. نعم تفضل. فجاء إعرابي على قعود فسبقها. القعود اللي هي البعير هذا نعم يسمى القعود هي. فشق ذلك على المسلمين فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العظباء. سبقت العظباء. فقالوا يا سبقت العظباء. فقال إن حقا على الله عز وجل ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. إلا وضعه حتى لا تتكبر. حتى لا يتكبر الإنسان، أحيانا يكون الإنسان حافظ الدنيا قرآن وسنة ويأتي في آية مشتهرة فتلبس عليهم، زي ما حصل مع اليزيدي والكسائي. الإمام اليزيدي ودورهم البصري أبو عمرو أفاض على يحيى اليزيدي سيبه حتى كان بالعذب الفراتي معللة كما قال الشاطبي. اليزيدي هذا من طلاب أبو عمرو البصري، وكان كلاهما في جلسة أمير المؤمنين، فقدم هذا للمغرب فإذا به يلحن الكسائي في آية، فقال له اليزيدي مثلك يلحن، فجاءت صلاة العشاء فقدم اليزيدي فلحن في سورة الفاتحة. هذه الدنيا. نعم صدر. حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن سليمان بن أبي عبد الله قال كان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحقب زاده خلفه على رحله. كان أبو أمامة صاحبه بدل هذا بدل مطابق. كان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحقب زاده خلفه على رحله. أحقبه على رحله يعني زي ما نقول إيش عفش الزاد حقه وربطه وراء. نعم أحقبه يعني جعله حقيبة. أحقب الشيء يعني جعله مثل إيش مثل الحقيبة ربط كده وراء. نعم نعم. قال سمعت ابن عمر يقول من سره أن ينظر إلى رجل الحاج فلينظر إلى أبي أمامة رضي الله عنه. فقلنا له صدي بن عجلان رضي الله عنه. نعم. وما نحن حجاج. فقال إنكم لتزعمون أنكم حجاج. ليش هذا باب التواضع يعني ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج على على راحلة وهي زاملته، قال اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. يعني بعض الناس يريده يحج على راحلة ويجعل زاده ومتاعه على راحلة أخرى ليوضح مكانته، هو كله زاد والراحلة كلها على نفس المكان. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل.